الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أولا الله سبحانه وتعالى أي الله تسكن نصور الجيل بين بنتي سكنتا هذا نرجو من الله سبحانه وتعالى ونرزي إليه هذا نقول في من الله سبحانه وتعالى وإليه إن أعلم من شيء لكون لأبي كان فرابدا إلى سبحانه وتعالى ينسي خلق النصور فجر إلى مكسة حال الدنيا أن نقول في من الله سبحانه وتعالى أن نبتي إلى أن نبتي إلى رحمة الدار من أن تقوى الله سبحانه وتعالى إلى سبحانه وتعالى إن الكعب سنة من كستان جرمو في حالة كستان كسر النادي موضعنا قبله لمن تعي كسر سنتعي حديث نبينا صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان حديث نبينا صلى الله عليه وسلم سنه وعاء بشهر رمضان بركيسا ودقن كيس سنوها سنوها ندقن إليه بشهر رمضان ولليان لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة رسول صلى الله عليه وسلم نور علي كنت يشمرك سوى الانسان اي اليك رسول من الله سبحانه وتعالى سنة رسوليه مرتا هدي النبي صلى الله عليه وسلم اي ان تولي من مكستائنا وكدينا عبادين كقاعاتك وسمينين خابت الدنيا إيسائيين ومعكس وسمينجري عبر عاشي سوحك وسمينين اي ان تولي من مكستائنا وكدينا وأنا كنت الشيطان في لقن داره مرتا إله سبحانه وتعالى وقوحوا إلى أمرية ونوت المامية لمحمد صلى الله عليه وسلم إنه نوري أي قدروا مركزي كنت يشوه الإنسان ولا دوني إنهم كنت يمر ليش رمضان نبينا صلى الله عليه وسلم معسى مجري هذه سمحوها نبينا صلى الله عليه وسلم ليش رمضان مركي لبطو بش رمضان اسبدل ان يسمين جري بش رمضان ولما نحمي جري بلاها كالسيدة ولا نحمي محايا لي وبين بربيسا وبين لحلالة خلات يكون ربنا مجرميان وهدية إلى سبحانه وتعالى إلى سي وفضل إلى سبحانه وتعالى إلى سي مرد هذه سيوحى كمتها نبينا صلى الله عليه وسلم بش رمضان مرحي قالتهم أيوم أخرج جري دعاء اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى ربي وربك الله كتب الله سبحانه وتعالى أشكر جري قاسيت مركز إياه سبحانه وتعالى قاسي ونعم صنع نعم كبير مجدته إلى سبحانه وتعالى قلوه قاسي وبشر مرامة بركيسا مركو على الدنيا نعمون إلى سبحانه وتعالى إلى تشرف للصوء إلى سبحانه وتعالى مركزي وكوزي أدنيا كثيرا نبي صلى الله عليه وسلم كفر حجري أن أصحابتي سنوا كفر حجري بل أصحابتي سوء بشارة جري نبي صلى الله عليه وسلم بشر رمضان مركي دلقته وقول ربي جري جاءكم شهر رمضان شهر مبارك وحييتني بالرمضان وبالبركة إذن قد فرض الله عليكم إلى سبحانه وتعالى من قوة الجليل وحد وذكريا الباب الجنة وحال حريا الباب النمت وحال حريا شياطين قوة مركز موريانتا لحد يدوح كله هل هم المركز كقبرا كل بلا قف لك حرم خارك روح لك حرم قربا قف قربا استحرم وهو يستحي من قرودا فالنبي صلى الله عليه وسلم هذه سوى حكم الدعاء كل قبر يجري يا سحاتي وقول به جري اذا كانت اول ليله من رمضان هذه مركزي ان هبيك قبر بيك بش رمضان اي وحى دواقيا متواقيا وقول يا باقي الخير اقبل مثل خيرك الكتلان يوم خير القابل بش رمضان قابل ميان وبالخير برن ويا باقي الشر اقصر مثل كدلان وشركه شركه للجوج قاصه حلمت تاسي وحل الجوجان
بالقربان عيال طلعتي حلي جمع عصير يدورون تي شبكة لمدوني شبكة لمدوني أيوة هي مركز سليمان صلى الله عليه وسلم عليه ولله عتقاء من النار إلى سبحانه وتعالى عليه أدون قربا وكحرين يوماته في وذلك في كل ليلة حبيب كست أو رمضان ويعلم إلى سبحانه وتعالى إن السيد محمد الدنيا إلى الكفاية سنة حتى النبي صلى الله عليه وسلم بشر رمضان أي أوحى كم انتهى وصوم يجري صوم روحي بشر رمضان عملك أوفى بدل أوقر بدل بشر رمضان وصومك حي له كم انتهى وتلك أفراد اعتراف إسلامك وأنا أواجه أصلا أوقر بدل أصلا مركز أوفى بدل فضل الإسلام صلى الله عليه وسلم عليه من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه قم في صوما أصبر ليسا واجب نفسا أصبر نفسا حساب سنية أجل حساب سنية إلى سبحانه وتعالى ذنبه سكيها ورافيا هدي نبينا صلى الله عليه وسلم بشر رمضان يا وحى كم انتهى وحد بيتنا قيام الليل وكم انتهى فلا يشعر بشر رمضان نسميه وإله سبحانه وتعالى وجعلها ونبي صلى الله عليه وسلم وحسنا بشر رمضان تراويح إن تكذي أبيك الكوات أبيك الله إن تكذي بل مزاجي في سدحريسة أبيك سدحات مرحب تكذي أصحابتي أيوح سميا نبي صلى الله عليه وسلم إليه لن تكذان أبيك سدحات مصوبحي كل سيفرسي أصحابتي من الغويتين نبي صلى الله عليه وسلم وحي وحكب قيا إلا يقول هو أجيبه ترامعي سألت أي أبو قيا وهو أبو قيا أصحابتي سيبالك سيبو جوجي ملك حلق عمر بن الخطاب أي عمر روح أمري مساجد الوتر الترامعي مركا سليمان قولي لأبي بن الكعب إلا تجي ترامعي وأصحابتي الدل أدري إلي قوة تكبان مركا قبل قولي سيبو تكيجري مركز عمر السمي الجماعة الإمام الأسمي فالنبي صلى الله عليه وسلم نرد عليه قم لتراويح كذا مع الإمام أجر إليه القرد قيام الليل تكذي أو كلامي لأجل سيدة سبحانه وتعالى أخرين مركز تراويح وحميان سوحي كم يتعي السنة النبي صلى الله عليه وسلم حديث سبي شهر رمضان أسمي فالكم على الدنيا يا مانتا وحن كفر هالي تراويحنا والسنة والهدي النبي صلى الله عليه وسلم وقلت لهذه لي أي ما تكفر لي ما أنت عشاء هذه لم تكفر تبكي لهم ولا عرايا إساني هو أبي وفار عندنا مجوته لكن ما لا في القدر بتاع ما لا شهر له عرو أي لبوحي تبكي لهم شيء بوحان مرتم بروح الوحد لي أدي مساجد في إمام عين تراويح أن تكن عين مساجد أي عامل العين وبر رمضان بركي سميا مساجد الوحور سميا بل بنات يا روح تكن عصمة ما أنت مساجد أي الخيرية مساجد الوحورية وحولية عاودتك عاود مسلمين عاودت في إيمان تلا عاودت مساجد عامل الجنة أي ولية علم الله يسمعها صلاة الدين هذا الظهر خوف العربي حيال الحرام وحيال الدنيا وحيال ما لا يعني أي الله الله كشف في سنة أجل في نبي صلى الله عليه وسلم ونفس الإمام أي بلغ عربي نبي المعلية من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه تبنى الربع فتراويح ذاتك توم إلى سبحانه وتعالى تبنى الربع قلت إستايا هبيك بشر رمضان أصبر ليسا أصبر أجل راهيا غفر له ما تقدم من ذنبه إلى سبحانه وتعالى ذنبه سبب كافيا سبب كلمة النبي صلى الله عليه وسلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم بشر رمضان يا وحى كم انتهى الإحسان إحسان المسلم يجري إلى البر يا سمافل إلى الصبر وشهر الصبر ويان نبي صلى الله عليه وسلم بالشهر كنت لالي جري إحسانك إيسا دقلم كنت لالي جري محي إلي وشهر الإحسان وبشي إحسانك لسمن لها وبشي مركز إيسا دقلم إيان وبشي مساكين تنوان إحسان لها تبقى الله جل ولا ليا ما أنت أفر إيسان إيسان وعندك مساكين وحق إيقو أفر إيسان
marka waxaan doonayaa adiga aad wax dhaanto wax haysato masaakiinta inaad wax siiso nabigeena sallallahu calayhi wasallam ajwada annaas saqay ayuu ahaa saqaynimadiisa waxaa ugu darnaa fii shahri ramadaan bisha barakaysan ramadaan waxay ku tilmaamayaan kaana karrii mursala sida dabayn dhabanaysa oo kale ayuu sadaqada u bixin jiray nabigeena sallallahu calayhi wasallam marka waxaa la doonayaa anagana sadaqada inaan ku dadaalno waa shahru sadaqa sadaqada markaasi qofkii soonan qofkii la furiya nabigeena wuxuu leeyahay sallallahu calayhi wasallam ajalkiisa oo kale ayuu leeyahay asagina ajalkiisa aanu ugu nusqaamiyeyni marka waxaa la doonayaa masaakiinta sadaqada dadka markaasi afur haysanin ama qofka soonan afuri waa mid barakaysan sadaqadeedimay ka mid tahay bilaha kale sadaqada la baxsto bisha ramadaan ayaa ka fadli badan sadaqadii iyo qaalkii iyo wanaagii sidoo kale hadiga nabiga sallallahu calayhi wasallam ayaa waxaa ka mid ah saxuurta in la dibdhigo loo dhoweeyo adanka labaad oo anas wuxuu leeyahay min xadiidi zayd ayaa wuxuu ii sheegay nabigu sallallahu calayhi wasallam adanka inay u dhexaysay saxuurtiisa qadar la akrin karo konton ayadood meqa daqiiq ayaa la akrin karaa qofka markaasi dhexaadka ayadaha dhexaadka waa toban daqiiqo oo kale ayaa u dhexaysay saxuurta nabiga sallallahu calayhi wasallam iyo aadaanka marka waxaa la doonayaa in la saxuurta loo dhoweeyo xilliga aadaanka labaad agtiisa in la geeyo toban saac iyo maxaa layihahda sagaal saac iyo sideed saac abaa dad waxaa jira saxuuranayso ma sidaas ma fiican ma wanaagsana hadii nabiga sallallahu calayhi wasallam waxa weeyaan xilliga saxuurta in la geeyo saxuurtii way fiican tahay nabigeena sallallahu calayhi wasallam wuxuu leeyahay tasaxaruu fa ina asaxuura baraka saxuurta saxuurtu waa barako ayaa nabigeena sallallahu calayhi wasallam ku tilmaamay xataa haddaanan xilligan kabo biyaha kabo ayuu leeyahay rasuulkeena sallallahu calayhi wasallam waxaa nagu socota waxaa ugu fiican timir iyo biyo ayaa ugu fiican maanta annaga hilib iyo bariis iyo wax isku kaldalayn xitaa caafimaadkeena ayuu dhaawacaya sooma marka waxaa wanaagsan bariiskaaga iyo wixii xilliga cashada iska cun saxuurta markii la gaarin cunto khafiif ah cun timirta biyaha iyo wixii la mid ah bal nabigeena sallallahu calayhi wasallam wuxuu dhahay إن الله وملائكته إله سبحانه وتعالى الملائكة سوحي يكسل لي أن دفت السحورتا السحورتا في عنتها سحورتا أن أدد لهم سوى كلام تعجيل الإفطار إياه من هدي النبي صلى الله عليه وسلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم يا وحا كم الأعاء أفرق مدد الهجري من تمرك أن دعم إلا إيو قرح لا إيجشو حلق أمريك أمه وادو إلا قفك حادثي سوء أبك وايو وإنقلاصون تهدي النبي صلى الله عليه وسلم وحالا دون أن أفرق أي لدى الجيو قرح لا ملك يدعظو إن ملك سلا أفرق أفرق إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم وعاظوه أي مرمجل تم تعالي معا رطب دا حالك المهل ودل دعا تسعوني لما شاء الله إليا رطب دا إن ملك أفرق tirkisi ah hal saddex iyo wixii la mid ah haduu waayo tirirtan caadiga ku afur waa sunnada nabigeena sallallahu calayhi wasallam hal saddex shan tir markaasi oo kisi ama tir isdheer iyo biyaha timir hadaa wayso biyo ku afur biyaha ku dar marka waxay ka mid tahay hadii nabigeena sallallahu calayhi wasallam nabigeena sallallahu calayhi wasallam wuxuu dhahay laa yazaalu nnaasu biqayrin dadka khayrka mazhulaan ma cajalu lfitra ila iyo amurka ay dedejinayaan laakiin amurka aysan dedejinayn khayrkii wuu ka zuliya khayrkii way ka tageynayaan marka inta amurka aad dedejinayso qar waad ku dhex jirtaa kama zuli qar ayaa ku sugan taageynayaan laakiin amurka hadaad dib dhigto khayrkii waad ka zuliyay waad ka fogaatay hadii nabi sal ala slam jarmada waxaa ka mid ah qiraa'at alqur'aan qur'aanka ayuu akrin jiray bal waxaa sugan jibriil ayaa habeen kasta umaan jiray way jiraasan jireen wuuna jiraasan jiray qur'aanka bal markii sanadkii dhimashadiisii laba mar ayaa markaasi jibriil umaan jiran wuuna jiraasan jiray qur'aanka maxaa yeelay waa shahru lqur'aan waa bishii ilaahi subxaanahu watacaala qur'aanka soo dejiyey shahru ramadaan aladii unzila fiihi alqur'aan sharafan iyo qiimahan waxay ku yeelatay qur'aanka ee ilaahi subxaanahu watacaala soo dejiyey soo ina nazalnaahu fii leylati alqadr
لأن القدر من القرآن اللي سنديجي أو كتر بشر رمضان تمرك أو مدى السرود المية نبي صلى الله عليه وسلم هذه سرور الوعى إلا دراسي القرآنك محافيا ساعدك المعلمك لعلمته قرآن إلا دراسي سان قرآن كأك أخري سان قرآن كأك تدر شان أبيك المعلمتي وفي عنك وما شهر القرآن قرآن لنا نقرد ما تقرآن وكفر لأنه بسجد الكتاب ولمن بوحا عند آخر سنة سمرة عند في رين سمرة وينها كتابة وين وحى وين بوريسة بين وحى وحى بل وحى علي حليها عورة عن السنة لما في قرآن إلى هذه الجهود مركز أهل القرآن إلى القرآن كما قلت لنا هذه النبي صلى الله عليه وسلم بشر رمضان وحى كم جاء ثم كتب مقدم بي لم ينبي صلى الله عليه وسلم قلت لنا هذه الجهود نحن 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 المحرين الفم كيسا يحاسس كيسا عروت كيسا يوكيحين جري هميكا سنون مرين جري عمارة يوكوت الآن جري طول كذلك وكل عجلة ليلة القدر خير من ألف جار هل هذين كقلبا كقلبلا كم من الوقت حتى النبي صلى الله عليه وسلم حكم جاء بشر رمضان وما تأكفه عن الاعتكاف لما صلى الله عليه وسلم حسوين طول قرينه الاعتكافا طول كالحقينه الاعتكافا طول كالدمبه الدمبيين الاعتكافين ومن كي دمبه والاعتكاف كي سوءها طول كالدمبه الدمبيين ولازمي الاعتكاف الجري مركب وصلوا إلى الاعتكاف طول دمبه إلى القدن لنا سوى كالدعوة دعاء اليانا إلوه بشر رمضان دعاء المستجاب ما لدي قبوة الدعاء إليه وإله سبحانه وتعالى السعيين هذيك سوك دعاء ثلاثة إله سبحانه وتعالى السعيين بل لم ينسى صلى الله عليه وسلم وحق كسوا ستح دعاء إله السعيين خف الصوم دعاء إيسا إله سبحانه وتعالى السعيين حين يؤدي الرب وفريه حين أفرك والجانس كفاية يسود على المسرعي قفك مسافر داء يضبك لدلمي مكولا يا بشانا كفاية يسنا وبين بركيسا وبين خربلا وبين لحية الإله سبحانه وتعالى فربلا ينجلي ما تروح قصاري قبر رمضان سوداري وزي كفاية يسن دبر ما يجر بشر ما يسن سوري بل حلقا بشر ما يقول أحجر عن تنمي رعية خيير يسيانتي عمية والعياذ بالله جبريل يا أباي إلى هفوي ما تكفوي نوح صلى الله عليه وسلم آمين أيوبعي وقف قصاري وقف أولسي عن أولسي ترويا بشر الله قف صوت ياري قولوا من بلافين عمل كالعود من نفل وسل إيماني وإلى سبحانه وتعالى توبة كريم وقف أولسي ترويا مركولا لأن كفى إليسان قف كفى إليسان وبشر الله وقف أولسي إيماني وهم بالوكري والجانس وإنه معدودا بريء حتى مخلصة بشر مرمى إلى معطي وقال لي أن تفايل إن شاء الله هذا يوصله